إذن رؤية الدولة المصرية للسنوات الأربع المقبلة، هذا المؤتمر الدوري للشباب يأتي في وقت فيه كثير من الجدل حول ربما أسعار، ربما أيضا زيادة في الأسعار أو أمور كان يجب التوضيح، وكان يجب أيضا أن يكون هناك لقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة اسأل الرئيس، والتي تتسم هذه المبادرة دائما بالشفافية وبالصراحة والخوض في كل ما يهم المواطن المصري والكثير من شواغل المواطن المصري التي تتعلق وتمس حياته بشكل أو بآخر. يأتي الرئيس دائما حالة من الشفافية والمصارحة ليتحدث عن أهم العقبات، أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري وفقا لخطة موضوعة بالفعل، خطة إصلاح الاقتصاد المصري، وبالتالي ما الذي يجب على الدولة أن تقوم به في إطار هذه الخطة، وما الذي يجب علينا أن نفهمه وأن نعيه جيدا كمواطنين لكي نكون شركاء في هذه الخطة و أيضا نساهم بشكل أو بآخر في إنجاح هذه الخطة الاقتصادية للدولة المصرية. مرة أخرى دكتور محمد زكريا، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ليدن الأمريكية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية حابة أعرف من حضرتك رؤيتك لمثل هذه المؤتمرات قبل أن نخوض في المجال الاقتصادي وهو متشعب كثيرا، وكان في حديث كبير وكثير في الحقيقة في أروقة هذا المؤتمر الدوري للشباب، سواء من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى من أسئلة الشباب الحاضرين حول الاقتصاد. كيف ترى هذا المؤتمر وأهمية هذا المؤتمر؟ طبعا احنا بنشكر طبعا سيادة الرئيس على وجوده وصراحته. طبعا الشعب المصري في حالة، طبعا احنا شايفين الحالة اللي موجودة في الشارع، غلاء الأسعار، صراع ما بين الأسعار والأجور، أجور متدنية، الناس بتعاني في قلب الشارع، وطبعا الكلام ده كله القيادة السياسية عارفاه، فكان لازم يكون سيادة الرئيس موجود عشان يكون في نوع من الشفافية ويشرح للناس ايه هي الأوضاع او التحديات التي تقابل مصر في المرحلة القادمة يعني. ولكن الأول اسمحي الأول أن أنا أهني الشعب المصري الأول بقدوم شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك كل طيب. سنة والشعب المصري كله بخير ويا رب رمضان كريم عليهم كلهم. إحنا عندنا مشكلة في مصر، أولا أنا برجع دايما أتكلم على المشكلة الاقتصادية في مصر. إحنا طالعين من 5 سنين فوضى. ال5 سنين الفوضى دول أدوا إلى أن مصر في المرحلة اللي هو بعد ما مسك فيها سيادة الرئيس عملية تحرير سعر الصرف اللي هو سعر صرف الجنيه وتعويم العملة. الموضوع ده طبعا بعد الفوضى وعدم وجود ضرائب والناس بتتهرب، اقتصاد موازي، مفيش رقابة على الأسواق، الكلام ده كله بينعكس على الاقتصاد المصري، على قود الاقتصاد المصري. وبالتالي لما قررت مصر، وده كان قرار صعب، انها تعوم العمله بطريقه التعويم اللي هو اللي احنا بنسميه تعويم عام وليس تعويم مضار، لان في فرق ما بين الاثنين. التعويم العام اللي انا بسيب العمله الصعبه لعمليه العرض والطلب في السوق، وبسيب لما بكون بدير مضار يعني ان انا بحط له سقف. النهارده احنا النهارده المؤشرات وما بعد الشريحه الرابعه في صندوق النقد الدولي، النهارده المؤشرات بتقول ان احنا النهارده عندنا الاحتياط النقدي عندنا تعدى ال 36، يعني تعدى حدود الامان. النهارده احنا بقى بنتكلم النهارده رجال الاقتصاد في مصر بعد عمليه ان انا النهارده يوصل النهارده الاحتياط النقدي عندي، والنهارده لما انا عومت العمله النهارده واصبح هناك اسعار بدات تعلى، ان احنا رفعنا الدعم جزئيا عن بعض السلع الاساسيه، واصبح السوق النهارده بدون رقابه، واصبح النهارده السوق بدون هامش ربح، واصبح المواطن اللي هو المواطن العادي بيدفع الضرايب بتاعته من المنبع، كل ده بيأثر على الاقتصاد وبيأثر على عمليه دوران راس المال.